يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Say, O Muhammad, O people of the scripture, i.e. the Jews and Christians. You have not, of the religion of Allah, till ye observe the Torah and the Gospel, until you truly believe in what is in the Torah and the Gospel, and that which was revealed unto thee, Muhammad, from your Lord, in all scriptures given to all messengers. That which is revealed unto you, Muhammad, from your Lord, the Quran, is certain to increase the contumacy, constancy in disbelief, and disbelief, and firmness in disbelief, of many of them, of their disbelievers. But grieve not for the disbelieving folk, do not be saddened for their destruction in their state of disbelief, if they do not believe. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون
We made a covenant of old with the children of Israel, in the Torah regarding Muhammad, Bull, that they shall not associate any partners with Allah, and we sent unto them messengers. As often as a messenger came unto them with that which their souls desired not, that which did not agree with their hearts or their religion, Judaism, they became rebellious. Some of them, they denied Jesus and Muhammad, Allah bless both of them, and some they slew, like Zechariah and John.